معنا شخصية فرضت نفسها على البرنامج بشكل إيجابي وأدخلت السعادة فينا ككل. تخيلوا زول يجي من دولة أقرب دولة لنا حميمية ودولة شقيقة ودولة قريبة مننا وجولة مميزة جدا في علاقاتنا بها ولا زالت علاقاتنا بها كويسة، يجي من الدولة دي ويدخل السودان من أجل فقط يتابع مسابقة صفرجت. أنا الليلة فخور جدا ومبسوط جدا بوجود رجل من جنوب السودان جانا عشان يحضر المسابقة. دارين تحية كبيرة لمستر ميتينغ وول أرول، تحية كبيرة. تفضل معنا على الستيج، تعال خليه يجينا. وينه؟ مشى وين؟ تعال إن شاء الله. صفقة كبيرة لي يا أخوان. أيوة إن شاء الله إنت كويس يا أخي، تعالينا بيجاي. منو إنت؟ ميتيانغ وول أرول. ممكن نعرف ثقافة كده الاسم ده معناه شنو؟ ميتيانغ ميتيانغ ده معناه تو اسم ده اسم ممكن حاجة مليانة، حاجة مليانة. أي. يعني البرميل، البرميل مليان ده. أي. يعني اسم بتاع زول فول كده. أي. طيب اسم بتاع زول أرول. بعدين أرول أرول حاجة فاضية ولا مليانة؟ أرول ما حاجة فاضية، مليانة. أرول ده اسم اسم كبير جنوب النغم. زول زعيم كده. أي. طيب علينا وول ولا اسم جميل، ده اسم جميل خالص. صفقة كبيرة يا ميتيانغ يا جماعة، كبيرة كبيرة. طيب جيت من جنوب السودان عشان تحضر برنامج، ليه؟ مسافة بعيدة يعني. مسافة بعيدة، كل ما كنا قاعدين وفكرناه. يا سلام يا أخي، شكرا على الجمال، تحية كبيرة لهذا الرجل، ونحن مبسوطين بوجودك معانا. طيب نحن عاوزين نقوم نكرمك، اختار واحد من الجوائز الموجودة، يا عندنا خلاط وعندنا مونيلكس اللي هي خلاط، يا عندنا مكوة، انت عاوز شنو؟ حاجة المليانة فيه نشيلة. 200 اختار البريح، شيلو انت عريس، خليك المكوة صح عشان تكوي. عريس ولا داري انت تخلط عصير من الاول؟ نخلي عصير من الاول. بابايا ليش؟ ميتيانغ شكرا جزيلا يا اخوانا، تحية كبيرة لهذا الرجل الجميل اللي موجود معانا، ونحن والله بنحييكم ومبسوطين بوجودك معانا. كلمة للشعبين، شعب جنوب السودان وشعب شمال السودان. السلام عليكم يا جماعة، رمضان كريم، صوم بخير. الله يكرمك. أنا مبسوط منكم، أنتم موجودين وفرحان شديد منكم عشان مسابقة سميتها من الجنوب هناك، وجيت عشان نشارك معكم. أنا مبسوط شديد. يا سلام يا سلام، شكرا شكرا جميلا. أنا حتى لو في كورونا أنا ممكن أسلم عليك باللحظان يا أخي. شكرا على الجمال وكتر خيرك شديد، ونحن مبسوطين بوجودك معنا الليلة. تفضل، شكرا، تحية لهذا الرجل الجميل. يعني شيء جميل يعني انه تكون في السودان حياة جميلة زي دي، يعني قاتل الله الانفصال، يعني شوف ناس بالجمال ده كله وانفصلوا عننا بفعل فاعل يعني. ونتمنى ان يعود السودان كاملا مكملا. تحية لجنوب السودان كبيرة كما ينبغي يعني.